كلنا بنعاني من شغلة واحدة وهو قلة الدخل الوارد لعوائلنا بسبب انعدام الشغل وانعدام الرواتب وغلاء الأسعار في الأسواق. فقررنا نعمل مشروع صغير إنه نحاول ندخل ولو بالقليل أشياء لعائلتنا. بالنسبة لمشروعنا في كتير صعوبات مررنا فيها. أول حاجة إنه إغلاق المعابر، هذه أدت إلى ارتفاع الأسواق في ارتفاع الأسعار في الأسواق، وكمان انعدام بعض السلع، يعني في سلع غير متوفرة في الأسواق بسبب تسكير وإغلاق المعابر، انعدام الغاز، عدم توفر الغاز. دفعنا إنه نخبز البيتزا تبعتنا على فرن الطابون واستخدام الأخشاب، شوية شوية بدأت الأخشاب سعرها يغلى بالسوق، وهذا أيضا صعوبة تانية ومعاناة تانية إحنا مرينا فيها. معظم العائلات هنا تعاني من فقر شديد مدقع، لا تستطيع شراء كل ما يلزمها من حاجيات، فإحنا بنعمل قطعة صغيرة هيك بشكل واحد، فممكن الأم تشتريها لأولادها بدل ما إنه هي تتكلف بشراء الكثير من المواد والأدوات لعمل البيتزا لأطفالها. شوف في شغله صغيره بدي تركز معاها الحين. هذا اول Thank you.